أما بعد فقد طلب مني أخونا ومحبنا في الله الشيخ الحبيب نوفل أن أجيسه بقراءة دلائل الخيرات وأن أذكر سندي في ذلك فأجبته إلى ما طلب وقلت أجزت الأخي المد نوفل بقراءتها وبأن أجيز من كان أهلا كما أجازني بذلك شيخي المحدث عالم الدين محمد ياسين بن إسا الفاداني الرئيس مدرسة دار العلوم الدينية شعيب علي مكة وهو عن شيخه المحدث العارف بالله السيد عبد المحسن بن محمد أمين الرضوان شيخ الدلائل بباب النبي من المسجد الحرام وهو عن أبيه وشيخه العلامة المحدث السيد محمد أمين بن أحمد رضوان شيخ الدلائل بالمسجد النبوي وهو عن العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم أبي خضر الدمياتي ثم المدني وهو عن الإمام العلامة المحدث الشيخ محمد صالح بن خير الله البخاري تنزيل مدينة المنورة وهو عن الإمام العارف بالله شيخ رفيع الدين بن شمس الدين العمري القندهاري وهو عن المحدث الفقير المعمر الشمسي محمد بن محمد بن عبد الله المغربي الأصلي المدني وهو عن القدب مجيه الدين أسد عبد بن أحمد الشهر بالمحمد محبوب تنزيل مكة وهو عن مؤلفها الإمام القطبي الرباني السيد محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان الجزولي الشريف الحسني هذا وأوصى نفسي وإياه بملازمة التقوى بالسر والنجوى وأرجو أن لا ينساني من سائر دعواتي بما بحق الفاتحة له أعوذ بالله يا بنا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص المؤمنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الأجمل أن تزرع في قلوبنا معرفة حتى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين